أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك ربي من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى غادي يكون الكلام موجه بك بواحد الشكل كبير للسي نور الدين الملاخ. السي نور الدين الملاخ ولد سيدي أحمد الملاخ، ولد سيدي أحمد الملاخ اللي كان رجل، سيدي أحمد الملاخ صاحب السي عبد السلام، وكان عارفوه من هو سيدي محمد العلوي وسيدي علي سقراط، ولكن بالاخص سيدي محمد العلوي يعني السابقه ديالهم والفناء ديالهم في صحبتي سيدي عبد السلام. وغادي نجيب سيدي نور الدين ملاخ لانه الان بيبدا واحد السلسله جديده. هو متورط لانه ومشكل كبير. علاش مشكل كبير سيدي نور الدين ملاخ؟ لان سيدي نور الدين ملاخ ولد سيدي احمد الملاخ، يعني الاولى بسي نور الدين ملاخ هو اللي كان يدير هاد الشيء اللي كنديروا فيه دابا حنا واحد شويه منه. كان سي نور الدين ملاخ هو الاولى له، ولكن الله تعالى لم يريده في هذا الخير. باش نجيك من الاخر، لم يريده، لا يريده في هذا الخير لحد الساعه، ولكن نتمنوا سي نور الدين ملاخ يفيق من الدخل اللي فيه ويتكلم على الوصيه المعاهده اللي هي كلام السي عبد السلام اللي كيتجاهلها دابا، اللي كيتجاهلها. ولنا ان شاء الله تعالى في هذا اليوم وفي هذه الايام اللي جايه، خصوصا وانه بيبدا مع واحد السلسله ياك. وانا ساستعين بسيدنا عبد الله بن عمر، وما ادراك ما سيدنا عبد الله ابن سيدنا عمر ياك. الا كان سي نور الدين ولد سيدي احمد الملاخ، فسيدنا عبد الله بن عمر ولد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا عبد الله بن عمر كي قلنا كي غنقراو الا بقى الوقت كي غادي نقراو السي عبد السلام قال لك السر ديال ذاك الانكسار، السر ديال كيفاش ولات السياسه تحكم الدين. الا رجعتوا في الخلافه والملك، السياسه هي كيف ولات الجماعه بتحكم الصحبه. دابا بهذا السي نور الدين ملاخ رجعنا قال لك بسيدنا عبد الله بن عمر، انا فتوى اللي قال لهم انا اللي خلع بيعه ديال يزيد، ويزيد داك الشيء دار وانا درت ليه، يعني اصل وشرع وخلع وخوف الصحابه من خوف خوف اللي حيدير لنا بحكم سيدنا عبد الله بن عمر، بحكم هذا السي نور الدين ولد سيدي احمد الملاخ. وما ادراك ما سيدي نور الدين، يعني دابا هو لم يتحدث لحد الساعه، لم يتحدث على دوك الستالينيه والحرمه اللي كاينه في الشريط، ولم يتحدث. ونجيبوا النص، ولا تنعاودوا نرجعوا نتكلموا على 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 المهم عندنا هنايا، عاد نرجعوا لهذا النص هذا ونشوفوا. قال لك سي عبد السر، يعني هذا سي نور الدين الان جاي بيورينا شي حاجه اخرى اللي بحكم ماشي هو السي عبد الله الشيباني، السي ياسين الحلو، السي عبد الحميد قابوش، ولكن كل واحد هادو الاشكال معاهم هو انهم دابا ساكتين، ماشي ساكتين، وعندهم ديك بحال بتقول دابا العلاقه في يعني كانت عندهم معاشره صحبه سميها كما جيت مع السي عبد السلام، وباقي عندهم دابا الوزن. دابا الناس بزاف مساكن من الاخوه كيسحبوش القول ديالهم، هو القول ديال السي عبد السلام كي كان القول ديال مجلس ارشاد. هذوك الاصنام دابا اللي الحمد لله رب العالمين غاديين وكيبان الاصنام، ماشي قال لك اللي دار الشيطان، ماشي كنقول لك انا اصنام اللي هما دايرين اصلا، ولكن السي العبادي وما ادراك السكوت ديالو صنم، السكوت ديالو وخيانته لوصيه، لان خيمه معناها خيانه، خطا فادح. وحنا غادي نرجعوا دابا نرجعوا لامنا عائشه، افضل لنا باش نرجعوا لام المؤمنين ياك، ام المؤمنين زوج سيدنا رسول الله في الدنيا والاخره. وغادي نتكلموا كيفاش رجعوا لتنوير المؤمنات الجزء الثاني اطواع الناس في الناس، ونشوفوا كيف ساقها، كيفاش ساءت التقدير. قال لك سي عبد السلام ساءت التقدير، والان هاد الاخوه كلهم بما فيهم نور الدين الملاخ يوسي ماشي ساءوا التقدير لحد الساعه، وعارفين مازال امنا عائشه راه كان داكشي الامر مشكل بزاف. اما دابا الوصيه الشريط واضح، حلفوا سي نور الدين الملاخ وغيره، قول لي ما اشنو كتفهم من الشريط؟ من استدل الله بيدي وتوسل الى الله بقلبه من يريده الله، تواطر رؤاكم وشهادكم على امر، معناه اشاره الهيه، مش اشاره نور الدينية ولا إشارة ملاخية ولا إشارة ياسينية ولا إشارة قابوشية ولا إشارة ولا إشارة ولا إشارة، إشارة إلهية على أن تواترت عليه قلوبكم والصواب القلوب. واش القلب ديال نور الدين ملاخ القلب ديالو خصو يداويه نيت؟
انت وغيرك وانا خصنا الرجل اللي قال لنا السي حسام عليه. انت كل شيء اللي تصرعون الناس وكل واحد يقول انا لا انا لا. وما دام هذه المجموعه ديال الاخوان لم يتحدثوا عن الوصيه اللي هي الامام سيدنا علي بالنسبه لنا، لم يتحدثوا عنه، هادو راه القلوب ديالهم خصني يداويها، واللي مشى عندهم غادي غير يزيدوك مرض على مرض. باش نجيك من الاخر، لا السي نور الدين ولا غيره، باش نجيك من الاخر هنا نقول لك كلام واضح، وغادي نجيبوا لك الامور بوضوح. الحمد لله رب العالمين. كيقول سيدي عبد السلام في سلوك الامام عبد القادر الجيلاني كما يعطي الصحبه، سبحان الله. وانا نقول هنا نبذة من بيانه لمبادئ السلوك يعطي فيها الاهميه القصوى للصحبه كما يعطيها الكمل الناصحون من اولياء. وسبحان الله كيف اخذ المحدثون الحنابله عن الامام عبد القادر كل شيء الا مساله الصحبه التي لا يكادون يعيرونها اهتماما، ففاتهم الاستفتاح بالصحبه الشخصيه وفاتهم بفواتها البدايه الصحيحه. وسيرت بالي السي نور الدين الملاخ، والله تيتلفك هو ولا غيره، هو تالف بعدا. السي نور الدين تالف، سي عبد الحميد قابوش تالف، ياسين حلوت كل شيء تالفين تالفين، تلف ضربهم كاملين. السي حسام كيقول لك باش نكونوا فيقين وعارفين الوقت فين غاديه، وكياخذ العاده على عبد الواحد المتوكل. عبد الواحد المتوكل هذاك دابا ماشي تالف، هذاك كيتلف الناس. القياده الستالينيه الشيعة، الدائره السياسيه الشيعة الان شدت السي عبد الواحد، شدت السي العبادي والسي عبد الكريم سكتوه وبنجوه، ودابا كيخدموا بالجيز الثاني. الجيز الثاني على عين هادشي راه بقى لي هو باذن الله تعالى لاي واحد باش ما يتلفوش، اللي ما تكلمش على الشريط شهادته فيها ان، باش نجيك من الاخر لا تقبل شهادته. هكا قايلين السي حسام باش نكونوا فايقين وعارفين الوقت فين غاديه. عبد الواحد المتوكل قال واحد الجريده بما معنى حنا سول، بمعنى ماشي مشكل، ماشي حنا سوينا هذا الامر من بعدين، لا بد من بعد، لا بد ان ياتي بعد، بمعنى ما كاينش مشكل. هنسكتوا ونستغنوا انفسنا ونقول انا صغير خطا في هذا المعيار. سي نور الدين الملاخ عزيز عليه حب الظهر الذي يكسر الظهر، الان جايبينه باش يتكلم. مادام ما كتكلمش سي نور الدين الشريط فلا تقبل شهادتك، وانت خص اللي يداويك من هنا. نقول لك من الاخر المداويه والغزالي، الغزالي ومشى، بقيتي غير انت الغزالي. ثم ان العبره، إن إسلاس القيادي لولي المرشدين يدلك على الطريق شرط في السلوك، وما كان لولي أمر إلا بحق، وما كان لوسيع بسبك أمر بسوء. وأنت اش كتأمر دابا؟ أنت الذي لا تتبع. واش إسلاس القياد؟ ما معنى إسلاس القياد لولي المرشدين؟ ما معنى إسلاس القياد السي حسام؟ ما معنى إسلاس القياد أنت؟ أنا واش داك الشيء اللي دار عبد الله الشيباني في التنمية الذاتية هو هذيك الصحبة عندك أنت؟ اسلاس القياد هي داك الشيء اللي كاتب هذاك 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 منير الكراكي اللي انت ساكت عليه، اللي يعتو في الارض فسادا في داك الشيء ديالو بديك المشيخه ديالته والكتاب ديالو ينشروا في الجماعه، يعتو في الجماعه، يعتو في، ماشي كنقول لك خايب، يعتو في الجماعات. هو عبد الله الشيباني باين في الكتاب ديالو، ماشي كنقول لك في واحد الجانب ديال الصحبه ملي كنقولوا قساقهم قدر الله، ماشي كنقول لك الفساد. بالعكس انا كنقول لك ودي دابا حنا كنهضروا على الصحبه والجماعه في واحد المستوى عالي، ما كنهضروش على مستوى الاسلام ولا العربيه ولا النفاق، كنهضروا على مستوى الايمان والاحسان اللي ارسل الله عز وجل صاحب السلسله له لاستجواب سيد الاولين والاخرين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل، وانتم مصيفطين مرار وانت كتعرف في السياسه. هنرجعوا لهذا الامر. ان اسلاسك، واش انت عندك اسلاس القيام؟ كيف يقبل العقل ان يمنعك؟ يقول سيدي مسلم كيف يقبل العقل ان يمنع مؤمن مؤمن من قراءه القران والمواظبه على التلاوه؟ علاش كنعوضوا هذا النص الاخوان باش نبينوا لكم بان هاد الناس هادو اصبحوا من الناس لا نور الدين ولا غيره. هل يتصارعوا الناس وكل واحد يقول انا لا انا لا؟ كلهم كيقولوا انا لا بما فيه من نور الدين الملاخ، كل شيء انا لا، حتى انا معك، انا زيدني كاع حتى انا معك يلا، وانا كل شيء نهبطوا لتحت كل شيء. رجل من يريد الله نستضي الله بيده وتوسل به قلبه، ولكن هذوك راه الحرمان اذا اعرض عن يحرم فلا تجعل عكس ما تشير الاشاره الالهيه. ماشي انا اللي كنت مسؤول، هذوك سيدي راه سيادك اللي كتبدا كتصفق لهم وكتقلب عليهم باش يعطوك انت واقيلا شي بوست ولا شي حاجه. سي نور الدين اسمعني نقول لك، نجيك من الاخر، انت ولد سيدي احد من الملاخ. امنا عائشه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوز سيدنا رسول الله، سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص كان من هو، ولكن مشى كان مشى عند معاويه الفئه الباغيه. دابا انت مع الفئه الباغيه على الامام سيدنا علي الوصي الشريط الواضح الممنوع المشمع، وانت ساكت عليه، شهادتك لا تقبل لانك لا ساكت عن باطل. فاذا انت مع الباطل فلا حجه ولا كلام، ولا يمكن تسكتوا لك خساره هذه واحد القضيه. انا بعدا لن اسكت لك ولغيرك، كل من خصوصا غادي نجيب غادي نجيب اخي تصور لك تجيب التصويره ديالك مع سيدي عبد السلام. اسمع، ربما ان شاء الله، ربما حتى حنا غادي نضطروا الى نشري الصور حتى حنا عرفتي علاش؟ كنا باش نطيحوا لتحت،
انت باش نجيب لك تاع عندك الصور اللي كتجي مع السيف، تاعنا عندنا الصور صافي، وربما سننشرها في وقته ربما اذا اراد الله، باقي مازال دابا سننشر تاعنا الصور مع سيدي عبد السلام، وما عندكش انت واقيلا بحال هذه الصور عندنا. ها باش تعرف دابا باش نجيكم من الاخر، ولكن اش الغايه؟ الا كانت الغايه، اذا كانت لنا سيدنا علي البارح كيفاش تفل عليه يهودي يهودي ورجع بصق عليه رجع، انت اش من نيه عندك انت؟ فين انت خصك اللي يعلمك النيه انت وغيرك؟ انت تابع لي عبد الواحد الموتوك في هذوك الاصنام كيشربوا كي السم ديالهم، انت خص لي داويك من السم اللي شربوا دابا انت حتى من رجليك حتى راسك الفوق. نجيك من الاخر، على ما كنت هو ام المؤمنين ومن عائشه، واسمع بعد ذلك كنت الكلام اسمع فيه شويه باش تتعلم. سكتت امنا لان موقف هذا كان منحازا لرجل من الجنه اخطا افدح من خطئها، هما طلحه والزبير، وما ادراك ما طلحه والزبير، جبلان من رجال ذوي البلاء والسابقه العظيمه في الاسلام، بعد 36 سنه من هجرتهما مليئه بالاعمال الجليله، خالف امير المؤمنين رآياه ظن انه الحق وقاتلهم الامام، قال اقاتلهم على الخروج من الجماعه ونكتي البيعه. عرفتي شنو البيعه؟ البيعه هي الشريط الوصيه. انت البيعه دابا عندنا حنا هو هذه الخيانه اللي دير انت معاهم متورط فيها، وكتكتب في كل شيء الا في الوصيه، وانت كتعرف وانت ما تقدرش تحلف. حلف قول لهم سيدي، ما كيقول لكش راجل تما، كيقول لك جماعه، يلا حلف عليها وسيت فعل. انت تابع العبادي وتابع ومخلي السي عبد السلام ونثقوا فيك، انت اللي شربك حتى عييتي دابا، انت كتقولها بالليل وبالنهار وتسكت. شوف اسيدي اسيدي نوردي، ما بيناش نقول لك انت بان عمر فاسق ولد سيدنا سعد بن ابي وقاص، حاشا لله، لانه هو قتل سيدنا الحسين فاسق، قال السي عبد السلام هو اللي كان في جيش عبيد الله، داروا عبيد الله عدو الله، قال انت اللي غادي تمشي تقتل هذاك، انت هذاك زياد بن ابي اللي دار سيدنا عبد الله بن عمر، قال لك اسيدي البيعه ديالو، انت دابا تجيبينا البيعه ديال هادي يزيد ولا هادي يزيد، هاد الستاليني واش بيجيبينا انت؟ قال لك راسك شنو بيجيبينا انت؟ انت دابا شنو بيتصفق بيجيب الناس بيجيب هادي راه نور الدين ولا غيره، خصو يمشي يتربى مع ان بحاله عند الرجل اللي الله تعالى نتوسل الله بقلبه، نكملوا التربيه نتمموا التربيه، اللي كان الا كان الغزالي ومشى تربى فماش تقول انت؟ انت مالك انت كامل؟ انت كامل؟ كيف يقبل عقله أن يمنع مؤمن مؤمنا من قراءة القرآن والمواظبة على التلاوة؟ علاش جبنا هذه؟ هذا الإمام الغزالي حين اكتشف بعد أن مشى وشاورته قال لك متوان مقدم من الصوفية في المواظبة على تلاوة القرآن، فمنعني وقال سبيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية بحيث لا يلتفت قلبك إلى أهل وولد ومال ووطن وعلم وولاية. هذا راه ما يصلحوش لك، هذا راه ما يصلحوش لك، راه من يريده الله نستظل به ونتوسل بقلب راه غير واحد، هادو والله تيدخلوا لك السم المطلق، لان الحير من السيف قال لك امن دعوات تفتت وتندرج في سلك نقابه صوفيه، اصبحت نقابه صوفيه فيها جماعه ديال منير وجماعه ديال عبد الواحد وجماعه ديال فتح الله وجماعه ديال برشي وجماعه ديال دابا شكون عبد الصمد الرضا اللي وجماعه ديال سيمون كاع ما كاينش العبادي مساكن هذوك هذوك كي كيخدموا مين كيخدموا، وجماعه ديال عبد الواحد المتوكل الدائره السياسيه الشيعه صاحب الجريمه والعقاب، وزبادرنا نور الدين الملاخ راه توا كيديروا ليه ديك اول مره كيعلقوا عليه فهمتيني، وجميعه ديال عبد الحميد قابوش وجميعه ديال هنا وجميعه ديال ياسين العلو وجميعه في فرنسا وجميعه ديال مع شرف وجميعه ديال هذا وجميعه، وكاينه الشريفه اللا ناديه الزائره والاخوات اللي بقوا خارج اللي تاداو واللي نور الدين الملاخ عنده معرفه، ولكن هو كان يبعث له الى منصبين حتى يصلح بينهما، ولكن عندنا كان ترهيف، انت رهيف وانت خدام كانوا بيخدموا بك، ولكن واخا كنقول لك بعد الاتساع بعد الاتساع لا غادي يخرج لك سيدي احمد الملاخ ويدير لك شي تمليخه، ما هي ماشي هي هذيك، بعد الاتساع واسكت فمك وسير الاتساع، الا ما تشريت يسد فمك وسير ارتاح. اما التحديد واش انت هو ابن تيميه رحمه الله عليه اللي شرح رؤيا وشرح الغنيه وما في كتاب الغنيه ما فيه وشرح رؤيا ومن توفيق الله ابن تيميه وامتى ان ياخذ كلام زاد قال جينا بالتوفيق بتسليم الموافق، انت لم تاخذ بتسليم والله ما واخذ دابا شريط، انت دابا دير عليه الغطايه دابا شريط ما تقدرش تهضر عليه، انت خايف من القياده، خايف كي قال لي مازال سيدنا سعد بن وقاص قال لي مالك راه تسب ابا تراب، قال لي كيف اسب وفي وفي، انت دابا كتسب الشريط لانك السكوت ديالك يسب الشريط، تتحدث عن كل شيء الا الشريط ديالك عندك العلم، يوا كتب على الوصيه، كتب 35 دقيقه ماذا قال فيه، يلا كتب يلا حيف وكتب، اشنو قال تما رجل اشنو قال تما، شنو الاشاره الالهيه؟ ما معنى الاشاره الالهيه؟ ما معنى اذا اراد ان يحرم؟ ما معنى اذا اراد ان يحرم فليتجه عكس ما تشير الاشاره الالهيه؟ اشنو القياده الثانيه؟ واحد كيقتل في واحد على حنا هما القياده، كيفاش واحد كيقتل في واحد؟ اشنو هي عندك انت؟ يلا قول لي دابا انت، ولا انت دابا وليتي فايت السي عبد السلام انت؟ دخل لجواك وسد فمك وتعلم وارتاح وطلب انت مع الله يداويك انت ويداوينا حنايا.
يداوينا بالطريقه اللي قال السي عبد السلام، نستضرب وتوسل الله بقلبه، غايداوي حتى العبادي، ما العبادي تحاول دابا كامل متكبر، سي العبادي متكبر وسي عبد الكريم متكبرين، سيادك انت، اما انا ما سيادي انت سيدي السي عبد السلام والشاري، باش نجيك من الاخر، ما سيادي حتى واحد. هي اسمع، امنا عائشه ام المؤمنين، هذه ام المؤمنين زوجها وصلت في الدنيا الاخره، انت شكون انت؟ انت مضمون عليك الفردوس الاعلى. امراه من اهل الجنه اساءت التقدير، اساءت التقدير، ساق قدر الله السابق الى موطن من موطن فتنتي التي دمرت الحكم الشوري، شوري بين المسلمين. انت هذوك راه دمروا العلاقه ما بين الصحبه والجماعه، والجماعه مشات، خرجت الصحبه، خرجت الجماعه الان مهدده بالتفتت، وسيدنا وحوده صاحبي كان معهم سيد النبي، والعصيان راه قرينا، عاود رجع لمين؟ عاش النبوي، العصيان خالد بن الوليد، ما كاين لا نور الدين من الاخ ولا علل، هو انتصر لانه مخالفه للعصيان. سي عبد السلام قال لك اذا اراد ان يحرم فليتجه عكس ما تشير الى اشاره الى سيدك، فتح الله سيدك انت وسيدك، سيدك هذاك عبد الواحد المتوكل، انور الدين من الاخ، ما بقاش سيدك سي عبد السلام، سيدك هادو، هاد سيادك هادو اجاروا، داروا ثلاث ايام بدون قص الرؤى، ومنعوا الاشاره الالهيه، راه غادي يضربك الله العفريت، وما ظلم من كذب، ومن اظلم من كذب على الله وكذب بصدق جاء، وكذبوا على الله تعالى، وجايبين لنا واحد الجاريه مخلطه، قياده فيها مخلطه، ما فيها فتح الله من جهه، فيها عبد الواحد، فيها مولي شويه، فيها هذا شويه، فيها برشي شويه، وقال لك بقره ملونه، عبدها سير عبدهم انت، صافي، وادخل لجواك. اسمع، هذه امرأة من الجنة من موقعات جمال، تفاقم الشرخ بين فئات المسلمين بعد أن تشن الفتنة تقاتلها من موقعات هذا الجمال، وراه فيها غير السادة هادو، سير سخرة 16 12 في واحد، ديما بتفتح أنت، بتوقف أنت، أنت والله، أنت والله تعالى بتوقف دابا، بتوقف الجماعة من الحير، من وين أنت خصني داويك؟ أنت نور الدين خصني داويك، أنت كلنا كلنا مالك أنت؟ وأنت أنزل الشهادة باش تعرف من علامات المرض ديالك أنك لا تستطيع أن تتحدث عن الوصية. كلام سي عبد السلام ممنوع 9 سنين حشومه، حرام حرام، وانت ولد سيدي احمد الملاخ، حرام حرام، هذا الشيء عليك حرام حرام حرام. ولا تذكر الاخطاء وتكحز بين الصحابه تحفر فيك يا امتي. امراه من الجنه امراه من الجنه عصم الله من اتباعها في خطايا ابا بكر الصحابه، اتبعوه الاخوان اتبعوه، والله تخرج عليكم نور الدين ولا غيره، واخي يكون من اهل الجنه الذي قال، واسمع ليش بيقول هنا، لن يفلح قوم ولوا امراه امراه امراه، وسئل ابو بكر ما منعك ان تقاتل؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مني ولوا كسرى، الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ماشي احنا ما قلنا، قال لك خطا يا ابو بكر، جابوا السي عبد السلام الصحابي الذي قال لقد نفعني الله بكلمه ايام الجمل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا ملك ابنه كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امر امرأة، وسئل ابو بكر ما منعك ان تقاتل مع اهل البصره يوم الجمل؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم هلكا لا يفلحون تقود امرأة في الجنه، هلكا هما تقودهم القياده الستالينيه دابا هما هادو. قال السي عبد السلام حنا الحرمان هو هلكا، اذا اراد ان يحرم فتجي عكس ما تشير اليه، اش بغيت نقول لك؟ نقول لك انا اكثر من السي عبد السلام، نقول لك انا احد لا واه، اش نقول لك انا؟ نقول لك شي واحد كافر ما يخرجش الله الجنه، نقول لك انا خويا سيدنا نوح خصو يركب معاه، اشنو نقول لك؟ انا نقول لك خد سيدنا يوسف كانوا مزيانين 30 عام، اشنو نقول لك؟ اش بغيت نقول لك؟ سيدنا ادم وهبطوا الشيطان، اشنو نقول لك؟ نقول لك لا ما هبطش، نقول سيدنا ادم ما هبطش، وانا نرد بقى لي نور الدين من الله، نور الدين هابط هو وغيره، كل شيء هابط، كل شيء هابط، وكل حب رئاسه صنع الناس، وكل واحد يقول انا لا انا دابا، واخطر هم هذوك اللي كانوا قرب من السي عزام الاصهار، السي عزام مازال واخطر هو عبد الله الشيباني، واخي ما طلعوا المجلس ارشاد، وشوف ديروا اس ام اس نتورك، راه هو كان كيقول لهم هذاك من اجنبي، هذاك من اجنبي، هذاك من الشيطاني، هذاك لقيت فيه الفلوس، وعبد الله الشيباني والخطوره ديالته كيكتم يسكت، ماشي بحال ماشي بحال هذوك اللي كيهضروا بحال دابا السي نور الدين، لا ماشي بحال نور الدين من الاخ، لا شي نور الدين من الاخ، وعبد الله وياسين الحلو، وتا ياسين تا السي عبد الحميد خامس، راه ماشي بحال ماشي بحال عبد الله الشيباني، لا لا لا، ولكن نور الدين ضعيف، ريف ريف ريف، دابا نور الدين ريف، يخرج قوم لا يفلحون لا يفلحون تقود امرأة من الجنة. قال لما سار، وسمعنا، قال لما سار طلحه الزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي، فقدما علينا الكوفة، فصعد المنبر، فكان حسن بن علي فوق المنبر فعلى، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمار يقول إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد سارت إلى البصرة، إن نور الدين ابن سيدي أحمد الملاح قد يريد نشرة من البصرة، ينشره ما عادش بين شرط معين المنشور ديالو حتى هو، واش أمر منشور بقى لك أنت ولا غيرك، حنا كنهضروا مع الفوق، بقيتي أنت دابا نهضروا مع تحيد الاتساع، أنت كون كنتي أنت عندك مروءة، راه المساوي راه كاين معاك صاحبك، سير سولو،
كون كانت عندك مروءه كنت تحدثتي على الوصيه، كون درتيه الشريط درتيه. انت كنهضروا حنا وانا كنهضروا، فين كنت فين كنت انت مبنج تبني جا خص لي في خت منها بعدا. بقى لك ابيتي تخرج هاكي كيضحك عليك الشيطان من داك اللي هو فيسبوك يقول لك تبارك الله وول سيدي احمد الملاك وكيطبطبوا عليك وانت كتنفخ من الداخل خسالي في الشك. انا لا انا لا شنو انا لا انا لا سيب سلام وقال لك من هنا الطريق، تقول لي انتم لا عبد الحميد قابوش من هنا، انا من هنا انا من هذا التخربيق ديالكم انتم ولا غيركم الله يهديكم. ان عائشه قد صارت الى البصره، والله انها لزوجه نبيكم في الدنيا والاخره. هذا هذا زوج النبي كاينين في الدنيا والاخره، هذا هذا مضمون هذا سيدي احمد الملاخي. ومن بعد والله انا زوج نبيكم في الصلاه والسلام في الدنيا والاخره، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم اياه تطيعون ام هي. واش بغينا نطيعوا دابا نرضيو نطيعوا السي عيسى؟ دابا غنشوفوا شنو دابا السي عيسى النص ديالو واضح كيقول لك ما حدد كاع، وداروا هما قياده وداروا انتخاب من قبل وداروا من بعد وداروا قياده ستالين، وقال لك سي عيسى القياده حرام، وقال لك باش نكونوا فايقين، وقال لك اودي عبد الواحد راه مخبي وكيتخبى وكتشوفوا كيتخبى وكتشوفوا كيفاش كيهضر وكيفاش خرج ليها بالعلالي، ودابا دافع نور الدين الواجهه لان هو طفالي داك الشيء ديالو. تفضح عبد الواحد المتوكل تفضح تفضح، والدائره السياسيه تفضحت، عمر مكنسو تفضح وجراو علينا علاقته بيا، علاقة عمر مكنسو حيدوه من الدائرة السياسية حيدوه سخطوا عليه قالوا انت خسرت علينا البلاد خسرت علينا العرس، كنا سنكون كي سيكون عرسا كبيرا. اسمع دابا سي نور الدين رجعوا للاحسان، ثم هنا العبرة. اش قال سيدي امام الغزالي وما ادراك ما الغزالي، العقل حجة الاسلام. وغادي نرجعوا نسمعوا نسمعوا دابا نور الدين من الاخر تقلب على راسك انت وبدات تلوت تحب انت دابا ينفعك داك الشيء اللي كنت انت مع السي عزام ديك فاش ديك المعاشره وثبت نفعك هذيك الصحبه. انا ما كيهمنيش فيها ينفعوك هو الا وقفتي مع الوصيه. انت الان خائن خائن معه مع الخونه، ماشي خائن انك انت لا انت نعتبرك هذا الله اكبر. انا الان في مراكش والان 6:30 وخصنا قال لك السي عزام قال لك هنا ضعيفه مطاعه نساءة متقلبة الرأي. أنت متقلب الرأي والله العظيم نور الدين متقلب الرأي ضعيف أنت، واحدة من بنات آدم وبني الخطائين التوابين. أنا ضعيف أمر بعد واش أنا نطلبوا الراجل فينا، ولكن أنت عندك تغلط. أنا ضعيف ولكن قوي عليك. أه نجيك من الآخر ضعيف وقوي عليك، ضعيف أنا أه وقوي عليك وقوي عليهم، هما اللي عنده شعر يخرج يلاه. أه شافت شي بتقولوا أنا الراجل أنا كنقلب على الراجل ضعيف وقوي عليكم. مالك أنت تصعب أنت قوي أنت شنو عندك أنت مالك شنو عندك؟ عندك تصور عندنا تصور العشرة شنو بينا نديرو بيهم؟ ما مش كيهمش التصور. واش هو تصور سيد سي عزام عنده مع سيدنا محمد شي تصويره؟ الصحابه عندهم شي تصور؟ هذوك السيادنا عندهم شي تصور؟ سيدنا عمر الشيري شي تصويره؟ تخربق دابا انت عليا. والصحابه سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص وتصيد لقيتي غير انت. وسيدنا عبد الله بن عمر وتصيد سيده خايبه وندم ويا خدمه بقيتي غير انت. وسيدنا الحوصي سيدنا الزبير وتصيدوا بقيتي غير انت. وأمنا عائشة وتصيد بقيتي غير أنت. زوجوا سيدنا وصل في الدنيا والآخرة صافي بارك عليك ولا مازال؟ هو جي بحال الغزالي حجة الإسلام. أنت تقد عليه كتكتب أنت الإحياء علوم الدين عندك أنت بتكتب لنا إحياء ثاني خور ثاني ثاني بتكتب لنا إحياء ديال أش بتكتب لنا ثاني أش بتكتب ثاني أنت أش بتكتب؟ أش عندك أنت وغيرك ما يكتبوا؟ وأنا خاص القلب وأنا توسل إلى الله بقلبه وماشي بكتبه ولا بعلمه وبعقله وبنفسه وب... أنت مازال نفس خصلي داويك أنت وأنا صافي وكل شينا. واخا تقرا عليا تما ما عرفتهاش بما فيهم سيدك العبادي وسيدك عبد الكريم وسيدك فلان كلهم جمعهم صافي. وكاين واحد هو الرجل نستدر به دون توسل بقلبه كا قال السي عبد السلام ماشي انا. السي عبد السلام راه قالها في الوصيه اقسم بالله الا هذا اليقين عندي انا. ايوا حلف عليه انت وهضر وخرجوا يلا. وعلى الاخر قول للسيد كيري نزلوا الكلام للسي عبد السلام يلا يلا اسلام امام على اسلاس القياد للسي عبد السلام وينزل ديالو بدون شوف اسلاس القياد ما معنى بلا نقاش يطيع بلا نقاش هو تنزلها بدون نقاش لان انت خايف منه ومن خوف منه معلمه على انك خصني قطع عليك داك الصنم ديالك الداخل اللي هما وغيتكلم فمك مقطوع مسدود يديك يديك هي كتقرب للشريط حابس كيبليس عليها وخص كيفاش تقطع ديك العقبه والسدود من عليك هذاك باش نجيك من الاخر. الله واخا تكتب بالليل وبالنهار الله يا حبيبي واخا تكتب بالليل وبالنهار والله لا يخ والله لا دريك شي حاجه وانا نجيك من الاخر. الرجل الرجل ولا يحل المشكل ما كاين فيهم حتى واحد هذو كلهم كلهم خوانة بالواضح ديال السيد. كنقول له خوانة الوصية راه واضحة هذا باش ندير فيها فتح الله مالو نزلها وخوانة وقال لك إذا أردني يحرم في اليد تجي عكسها ما تجيش إلهية ماشي مشي عكسها. قال لهم والله واحد يقول شي رؤيا تنقطعوه تنسدو نحن الذين هاي 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 ما دار فتح الله بأمر من ويجي شوية دار بأمر ولا بوصية من هذاك منير الركراكي فإذا بي بعد مدة خرجي كتاب قال لي إني رأيت رؤيا وينقص لي من الفندق وينخصم لي من الفندق ودير لي من الفندق ونقص لي 1000 على 1000 درهم.
ولا ما 300 درهم ولا 400 درهم، وفرحة فرحا صومعت لا حدود لها باش يبيع الكتاب. هذا كان شنو دابا تضحكوا علينا؟ دابا حنا ولينا دراري صغار، اكتب بعدا على هادو بعدا. انت اللي كتقول الا كنتي الا كنتي الا كنتي نيت عندك رجوله ومروءه. انت واحد من بني ادم الخطائين وبني ادم جاء يوم الجمل وفيه هي فيه ويدج يا عبد الله بن بوديل بن ورقه الخزاعي، فقال لها يا ام المؤمنين تعلمين اني اتيتك عندما قتل عثمان، فقلت ما تامريني؟ فقلت الزم عليا. سكتت ام المؤمنين انها كانت في موقف حرج، وانت في موقف ماشي حرج، حرج وتحرج ومحرج وتدعو الى الموقف وخيب مناقض لما كانت اوصت به. انت مناقض لذاك الشيء اللي كتقول انت مع السي عبد السلام. هل ما كانش بيتقرا لنا دابا انت بخايك السي عبد السلام؟ هذا الشيء قال لك تبسي عبد السلام، ما ديتي شريط قداش نكتبوا كلام كبير وطويل بتقول انت كلمه قالها لك انت، وسير هو ديالو حال اتساع هذيك خلاها لك انت، سير ديالها كلام كثير ما عندنا ما ندري لا بكلام كلام كلامي لا بكلام غيرك، والوصيه كلام السي عبد السلام وانت عليها وبقيناها كلامك انت المختلط المختلط بنفسك وبعقلك وبحاجه. نور الدين كنهضر معاك، نور الدين نور الدين الملاخ، وكنهضر معاك انت ولد سيدي احمد الملاخ. انت خاصك تمليخه كبيره بس تسكت فمك وتتكلم باش يلا تتكلم على على الوصيه. الا تكلمتي عليها غادي يفيض عليك الخير، والا ما تكلمتي عليها غادي تفيض الشر ويفيض عليك. والتخت وعقل عليها، والزمان بيننا والغيب واضح وضوح الشمس. صافي صافي يلا وكلام واحد هذا. سكتت ام المؤمنين انها كانت في موقف حرج مناقض لما وصلت به الحديث. سكت لان موقف هذا كان منحازا، وانت سكت لان منفز الحاز رجال هادو كبار بنقول لك رجال يلا، وانت منحاز للسي عبد السلام ولا منحاز لهم؟ بس منحاز لسيدنا علي، بيت منحاز لي انت ولا غيرك. نرجع ايها الاخوه، نرجع نرجع وغادي نمشيو ان شاء الله تعالى من بعد الى 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 امهات الى دوله القران الخلافة والملك. وهذا صحابي نشوفوا منين جا لك السي عبد السلام المصيبه الكحله، وهي تتبعنا تاريخنا من اصول عثرنا على سر هذا التطور الذي اخضع للسيف رقابا كانت حره وارمغ ارغم انوفا كانت بعزه الاسلام شامخه. هذا سير الدين والسياسه في الخلافه والملك. كانت ذمه هذا السيف ديال الدائره السياسيه الشيعه الان. لا واه ما تمشي لك الصحبه وجيب لك نور الدين الملاخ دابا مخرجين لنا بحال ما عطاش ما سير تحدي وحديتونا من هو شيخ ولا ما شيخ. نور الدين الملاخ سير واه دخل لجواك، ولا انت سيدنا عبد الله بن عمر بن سيدنا عمر الخليفه هذا اللي ما كان كيتفتف قدامه معاويه اللي سيد سيدنا عثمان بن عفان. ديري القميص سيدنا عثمان قال لي من بعد وحطها بقيتي غا انت دابا السيد الله يلعبوا بك معاويه وغيرك. هذا ولد سيدنا عمر، هذا ولد سيدنا عمر بن الخطاب. اسمع قال لك السر ديالها جا منه، اسمع سي عبد السلام اللي قالها ماشي انا. وارغم انوفا كانت بعزه الاسلام شامخه. بيرغمونا دابا بيرغمونا بيرغمونا هذا هذا ما فيهم والو. عبد الله شوف راه قلت لكم الاخوان، وانت خرجوا الوصيه الشريط راه سيروا السيوس موريد شخصيه كيفاش الله تعالى غير كيفاش مشى ولكن عنده صدق ماشي بحال هادو، ماشي بحال نور الدين الملاخ. لا الصدق ديالو احسن من نور الدين، عنده صدق وعنده ما كاينش فيها الانا. نور الدين عنده الانا اللي خصو يجي منه خايف، هو دابا يقولوا ليه ويقولوا ليه ويجر ما هذاك الشيء بالعجن عنده ما حتى يجي الراجل ويقدو. وارغم انوفا كانت في الاسلام شامخ، كانت ذمه المؤمنين التي لا يخون وعده وعده قد اغتيلت ورويدت لتدخل تحت طاعه المستبد عبد واحد المتوكل ومن معه. صافي اونور اونور ومنير الكراكي ومن معاه عبد الله الشيباني ومن معاه وزيد ليا وقابوش ومن معاه وزيد والعبادي ومن معاه وبرشي ومن معاه وعبد الله دابا 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 كنهضروا مع الفوق بعد هذاك عبد الكريم عبد الكريم العالمي. ها انت مولاي عبد الكريم يا ويلتك من السي عبد السلام، لان الوصيه واضحه وكنت حاضر فيها. يا ويلتك يا ويلتك، اول حاجه ثلاث ايام بدون يقصروا يا ويلتك يا عبد يا ويلتك يا ويلتك ان لم تخرج اليوم قبل. وبدا كيجي الغيب كيقول لك راك يا ويلتك عبد الكريم العالمي يا ويلتك، لانك تعرف الكمال وتعرف الولاده الجديده وتعرف الدين تعرف الاسلام وايمان واحسان هذا الشيء كلشي شربك. يا ويلتك يا ويلتك انت والعباد يا ويلتكما، انا نجيك من الاخر يا ويلتكما. الجماعه عنق في في الجماعه هي هذه دابا، هي هذه الجماعه ما كاين دابا الدائره السياسيه الشيعه ولا الجماعه الشيعه هي هذه دابا الغيب ما كاين لا حقي. هاي دابا شوف صافي 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 سيدك وسيدة بحلة راه ليس لك حل عبد عبد الكريم العالمي الا تنزل الوصيه الشريط وتستغفر الله وتقول يا ربي تبنا اليك مشينا تبعنا فتح الله وغيره وما درناش ثلاثه قص الرؤى وخنا العاده ديال السي عبد السلام خنتي الوصيه ودابا كنحاربوها ليل نهار وكل من يتكلموا عنها نحاربوه.
نحاربه بأي نية؟ دبر راسك سخت هذاك انت، اختيلت ورويضت تدخل تحت طاعة المستبد ديال الداعية السياسية. دابا انت دابا تحت المستبدين هما. راهو اسمع السي نور الدين، اسمع، لما خلالوا المدينة يزيد بن معاوية، عرفت يزيد؟ كان سيدي، نعم سيدي، هو اللي كان كيتبرض عليهم، هو الدائرة السياسية دابا، هو يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، جمع ابن عمر حاشمه وولده فقط. جمعوك دابا انت لولدك وحاشمك واجمع سيدي دابا بيجمعوك انت وياه. اسمع، قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. اه واه اه واه، دابا انت بغيت تقرا هنا بحال هكا العلم اللي علمك السي عبد السلام، انت من نفسي لا تلعب على شي دراري صغار تضحك عليهم، ما انا ما عندك ما تضحك علينا. اسمع، ملي خرجتي دابا اليوم راه ماشي هو البارح، اسمعني بالواضح، الان سنتحدث معك في قادم الايام ان شاء الله الرحمن الرحيم بوضوح، باش نجيك من الاخر اتكلم، سنتكلم لن نتركك، وانت خائن نور الدين بالله، لان انت لا تتحدث عن الوصيه الشرعيه. حلف لينا، حلف بالله، عاد هضر، ولا اقسم بالله العظيم انه الوصيه فيها سيدي جماعه، ونستدل به اللي متوصل بقلبه، بقلبه والجماعه، والجماعه شكون قلبك انت؟ وترى خصني داويك انت بعدا باش نجيك من الاخر. انت هو السيد الغزالي في ايامه، ايامه كان تشد له الفتوى، يلاه بيجي انت تشد ليك الله يهديك ابن عمر حاجه، فقال ينصب له غدر كل غادر لواء يوم القيامه. يتخيلون صلى الله، لا خلعتينا انت والله ما بقات الصحبه، والله الا ما هي التفتتيه وما تخافوش منهم. وسينسبوني جاري عبد الصمد الرضا اللي في ارشاد بيتبرد عليه، وجاب قيل اللي سيفتي ذاك، ذاك الطاير ذاك السي سميتو هو السي ما عرفت سميتو رضوان الطاير، ذاك اللي حامل لي كتابي لك كيطير بحال الطيور مع مانطير. سيفت لي انا، سيفت لي انا هذاك اللي كان خدام سميتو جمال الوردي، هو اللي قلت لي عيط، عيط لهذاك قول لي يسد فمه، قول لي يسد فمه، قال لي لا مشيتي عند فلان، مشيت عند فلان، انت السي رضوان الطاير انت مالك شنو كاين؟ سيفت لي قال هضره خاويه ديالك شنو كتحب انت قاريج هذا دخلكم السيف زو بغيتو تنقصوا عينا هنا. سيدنا عبد الله بن عمر هذا وتصيد بقيتي لي غير انت شنو؟ سيدنا عبد الله بن عوب بن سيدنا عمر رضي الله عنهما. اسمع، ينصب لكل غادر ويوم، وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيعه الله وبيعه رسوله يزيد، بايعه الدائره السياسيه الشيعه السيف زو قال لك بايع، واني لا اعلم غدرا اعظم من ان يبايع رجل رجلا على بيعه الله وبيعه رسوله ثم ينصب له القتال، واني لا اعلم احدا منكم خلعه ولا بايع، يعني الذين خلعوا في هذا الامر الا كانت الفيصله بيني وبينه. السيف زو هذا صحابي جالي وفى، لكنه عرف الاخر قال لك اجتهاد لا حول ولا قوه، وندام مسكين قبل رفقه البيع اصلا يوصي، شوف فقبول رفقه البيعه الاكراهيه فقد اصبح اصلا يوصي به المشايخ. خلع علماء المدينه يزيد بن معاويه سنه 63، فكان قمع الوحش المعروف في التاريخ بوقعة الحرة، قتل فيها مقتلة عظيمة من ابناء المهاجرين الانصار الاباد. دابا راه كيتقتلوا في داخل الجماعة باش، وبالشيطان وبالصحبة ما بقاش، ومنير يجر من هنا، وهذوك يجر من هنا، وعبد الله الشيباني يجر من هنا، وكل واحد كيجر شوية، وهذاك مول تا هو هذاك يجر هنا، وهذاك قويلة يقلي ولا ما عرفتيش يولي خنوات، والشاي يجر من هنا، الانصار يجر من هنا، يجر من هنا. وفي ويستفسر خلى الزائرات اللي انا ديال برا علاش خلاها بحكمتي، لانه الامر غادي يكون بحال هكا. ودابا هذوك راه بدا كيمشي لهم داكشي ديالهم، لا منير هذاك عبد واحد متوكل بقى هكا، هذاك انا هذاك باز الا ما الا ما حيدوه ثاني وطلعوا شي واحد اخر في الدائره السياسيه، لان عمر ما كانش احسن منه والله العظيم، الا احسن منه والله، الا احسن منه بالله، والله العظيم الا احسن منه، ولكن قدر الله علاش باش تبان الستالينيه دغيا، الله تعالى خلاه باش تبان يزيد هو كيقتل يزيد سمعتي كيقتل. وقدر صحابي جاري عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف بقي على بيعه يزيد اجتهاد، هو هو احسن منه بقى. وبعد بعد عبد الله بن عمر علماء جاروا موقفه اصلا. دابا هذا سيدنا عبد الله بن عمر كيف السر ديال ديال ما يسمى بالخلافه الامويه اللي بيقرينا عليها دابا، بيقرينا السي نور الدين ولد سيدي احمد الملاخ رضي الله عنه وارضاه، بيقرينا بانه هو جايب وبيجيب، والسي عبد السلام ما بقاش. ارجعوا ثم اين العبره عندنا هنا؟ اسمع السي نور الدين، كيف يقبل العقل ان يمنع مؤمنا من قراءه القران؟ من هو هذا؟ هذا ولي الله مشى كيقول لي، كيقول لي ان سبيل الدين، كيقول لي واش نقرا كلام الله؟ قال لك ام كيف نفهم قبول حجه الاسلام؟ انت حجه الاسلام يا نور الدين عالم بغداد، انت عالم مراكش ولا عالم توجيها من هذا القبيل، انا اش عندك اش من علم عندك؟ أم كيف نعقل بادي الأمر أن يسأل أمثال أبي حامد؟ هذه مسألة واظب على التلاوة، أنا اللي خصك تقلب عليها، أنا كنقلب عليها، ماشي تسحبني أنا، عندك تسحبني شي عين بحال، أنا ماشي شي عين بحالك، ولكن بطريقة أخرى. أنا من راهي طالعة ماشي هابطة، شنو معنى هابطة؟ هابطة عندي يزيد،
سيدنا عبد الله بن عمر تابع دو هابطوا كيقول لهم يا اشمعنى عاد كيبان لي واك واك موتوا هابطين وهو بالسلاسل بحال دابا كيدير العبادي وسميتو كيقول لهم اي من دخل دابا السفينه فهو امين بحال ما هابطين هو عبد الحق عبد الكريم العالمي دير لي السلاسل وهابط لنا مهبوطه شادهم دايرين شي شيء ما يقدروش لا لا اخويا انا ما هابط انا جالس الحمد لله كنشوف فيهم هابطين تويده حنا طالعين هما حنا طالعين من الطلعه ما طالعين عند السي عبد السلام انا مالي راه سيدنا محمد ما هبطوا لنا سيد النبي كيفاش تقول سيد النبي طالعين خلاف عالم جنة هابطة كيفاش وصل سيد النبي لا يمكن يا صاحبي بالنورانية دابا طالعين السي عبد السلام راه ما يمكنش نهبطوا عند السي عبد السلام طالعين وباش اللي بيطلع هو الراجل غيطلعك لا توصل بقلب هادو راه هادو مهبطينك هادو راه ما يمكنش وفين هما دابا الصحابة إذا كنا دابا خلافة هي دابا خلافة صافي نور الدين من الأخوة صاحبه من أصحابنا كل شيء هادو قلت لك كل شيء مدقدق والله العظيم الا عندي في اليقين كل شيء خصو الراجل بما في بلا سيدك عبد الكريم ولا سيدك هذا اما هذاك مولي الكراكي صافي راه ملي دار عيد الميلاد ديالو بدا كيدير الشعر داك مصطفى شقرون مصطفى شقرون الشاعر مصطفى شقرون داير عليه في عيد الميلاد باش يطلعوا هو باش يديروا هذاك واقيلا النائب ديالو ما عرفتش التخربيق ديال عجينا روينا وصافي جامعه الدائره السياسيه وش عمل دعوات تفتت وما تندرج في سلكي نقابه صوفيه انا طردوا الطبيب وانا دعوات تفتت هي عجبه اللي مشيتي عنده كتلقاه مفتت والو كيهضر لك على الدنيا ما كيهضر لك ما كاين والو والو ما كاين هضر بك والو والو خير يقول لك في الاخر تتعيا كيف ما ينهض بك حاله ويدلك على الله ما قال ابقى معاه اما حرموا النور الناس العالمين حرموا منه النور السي عبد السلام حرموا النور وحرموا المشروع ديال الدائره السياسيه النادية والدائره السياسيه النادية والزائرات حرموهم وقطعوهم وشوهم كيسحبوا دابا حنا بعدهم ما تسحبنا حنا هما دوك حنا راه جيل اخر انا موداس اخر راه حنا راه الا مسيتنا غيتحرق ابارشي ولا غيرك عندك تسحبني انا داك بحال الحواله دير الريوس ديالهم في الفران والله تنحرقوا حنا ما كنتحرقوا هزنا ولو حنا في الفران وحماق لسنا من ذلك الذي حنا تخشاو دابا راه كنخلعوهم لان الرعب الرعب فيكم الرعب لانه نزل وصيه نزلها كاين راجل واحد كلام واحد راه كلام واحد نزل وصيه عاد تحدثوا معاك نزل نزل شريط من يخلفوني اللي كاين في يوتيوب ما كاينش عندك انت لا يريد الله السي عبد السلام لا يريد داك المسخ ديالك داك الشيء ديالكم داك لا الشاهد ولا بصائر وهذاك التخت اللي ولا دابا لا يريد السي عبد السلام ان يعترف بكم لانه نقي لانه مطهر طهاره هذه دابا تكلمنا على الشوره دابا هي الشوره بغات تنزل دابا انت درتو الديمقراطيه بقى لك على الشوره الشوره طهاره ما يمكنش تنزل دابا خصها تكون الخلافه تا يكون واحد 200 عام في القبر عاد اجي ديك الساعه واش فهمتيني انا ردينا المله السين ردينا السين ردينا المله اسمع اسمع نكملوا هذا الكلام هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم لعلك تتراجع وتعاود ترجع مع نفسك وتعاود تهضر معاه من الداخل تلوحك اللاويه كيف يقبلوا ام كيف نفهم قبول حجه الاسلام عالي بغداد توجيها من هذا القبيل حتى انت واش تقبل التوجيه اللي قلنا لك دابا ونزلوا الوصيه وحيد الاتساع ام كيف نعقل بادئ الامر نسال امثال ابي حامد هذه مساله هل اواظب على التلاوه انا يا حبيبي ان اسلاس القياد رجع سينور الدين الاحسان واحد صفحه 52 ان اسلاس القياد لولي المرشد وسيدك عبد السلام سيدي وسيدك عبد السلام رضي الله عنه وارضاه واساس القياد هو تنزل الوصيه وتنزل الشريط بدون سؤال اسلاس القياد تعرف ما معنى اسلاس اسلاس كي دير دابا انت اليوم دير لهم اسلاس وراك مسلسلينك بالسلسله ومهودينك مع داير لك ابليس بهم والله ما كاين الا الشيطان عدو والله اللي خدام بكوكب دابا الان بعد 9 سنوات والله الاخواني ما كاين لا علاش انا خص ضروري الصحبه تنفصل التربيه رجعوا الاحسان الاحسان صفحه سميتو هو هنا جماعه منظمه خير جماعه شيخ من إذا تعم أوامر جماعة مع تعاليم الشيخ أن نضحي بالطبيب ونطلب الطبيب ونضحي جماعة ونزعوا تدفتت وتدر في سكين نقابة صوفية حين يرتقى لك ليست تدوية جوبة جائزة حين ترفع مستوى الفهم عند جماعة يسمع حين يستمع المستفهم عند جماعات عاد فحين يرتفع في الخر فهم دين فقه الديني تعرف أن إسلام إيمان إحسان ولو بتسليم والولادة حين ذاك يكون من عنده نور الكشف ماشي الكشف النور دياله وروح العلم ماشي العلم الروح وتوفيق الله عز وجل الله ما عندك توفيق لا انت ولا غير كنور الدين الله باش يجيك من الاخر لا يساونا وانت خرج دابا وتشوف وسيادك دابا حتى واحد ما خرج فيهم كيهضروا بك وانت في عينك انت الزوبيه ودخل واحد راه سينا نور الدين حيد هو الاتساع راه معاويه كان جالس في الشام ومصيفط ليا الجمال كيخدم مروان عن بعد وشراو الام المؤمنين الجمال ادب كي دار هذاك القصيده الشعريه ديال منير الكراكي الشعر ما بقى عنده لا شعر ولا علا بقى عنده تخربيق انت يمشي يدي الاتساع بقينا حنا الشعر دابا هو اللي بقى معايا في القبر ان اسلاس القياد لولي مرشد يدلك على الطريق
شرط في السلوك والسلوك سير قلبي ماشي سير عقلي ولا سير دابا. والمشايخ مسكم اطباء في تصفيه القلوب، ليس الطب من باب وصف الدواء من بعد، بل هم انفسهم دواء محبتهم مخالتهم معاشرة تعرض تعرض مباشر على القلب الصافي الشافي باذن الله داود الله في قلوبهم. طبعا ما كانوش كيصحبوا سيف زعما، كانت المعاشره والمعاصره، لان باغي يفتخروا على الاقران ديالهم وعارفهم كما كان سير كان. وكان ابو سفيان مع سيد النبي، وما قال لك الجاهليه بقات عنده معاويه كانوا معاه، صحابي محترم لحرمه الصحبه لا غير، بغى واعتدى بعد وقاتل الصحابي حجر ويا ولاته من حجر. وكان في الشام فتح الشام 20 عام قبل ما فتحوا هذا نور الدين، فتح مال وفتح مراكش، سيدي احمد الملاخ اللي سيدي العلوي ما كنقولوش هذا، وكان يقول لك دخل جواك اهضر على الوسيله كنت راجل، وانت هو اللي خصك تهضر قبل منا حنايا، انت منين كاع كنت كتمشي عند السيف ما بان فيك كاع هذا الشيء هذا، انت دابا شكون بان فينا حنا الحمد لله رب العالمين، ما بين ما تربي كفاح ديالي ما بينش فينا حنا دابا، شكون اللي كيهضر على السيف كتهضر عليه انت، انت كتهضر كنت انا معاه وقال لي معاه وقلت معاه وقلت معاه غادي نخرجك تصور كاع ما كاين عندك انت، يلا يلا خرجنا منك ما كاين، شفتي دابا شنو كنتي معاه ولا كنتي معاه شنو كنتي معاه؟ سي بسام كان مع الصحابه كان مع سيد النبي باش عرفتي انت، ومشي الخلافه الثانيه على منهاج النبوه راه ما فهمونا انت ولا غيرك. وزوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطات التقدير فساق قدر الله السابق الى موطن من موطن في التدين، دمرت العلاقه ما بين الصحبه والجماعه، هي اللي بيدي انت دمرت ودمرت ودمرت الصحبه. دابا راه هي كاينه انت كنقلبوا عليه خارج خارج ديك الجميعه، راه حنا من ال عبد الحسين بن سيف من ال من الشيعه، حنا من ال وسير قراها ثاني ولا نادي فينا ديرها داك الشيء، انا نرول لك داك الشيء ترولي. والصديق وما ادراك ما الصديق، ما عطاش لاله فاطمه الزهراء لحديث سامعه. والصديق انت اش من صديقي عندك والله ما تقد عليهم لا انت ولا غير. والصديق بضعه من رسول الله، عطيشني بضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والصديقه لاله فاطمه الزهراء، وهذه الصديقه ام المؤمنين، وانت هو نكمل هنا. ان اساس القدر والمرشد يدلك على طريق صراط في السلوك، وما كان ولي امر الا بحق، وما كان ولي امر الا بحق، وما كان ولي الا ان يامر الا بحق. سيدي سيدي عبد العليم المجدوب اللي قال لك عنده هنا وهنا، شوف ان ثم ان العبره عندنا هنا في انصياع، انصياع ما معنى انصياع؟ عالم فقيه من اعلام المله، وهذا اللي اعترف فيه السلام، انت ما اعترف فيك انت اعترف فيك بشي عالم، انت فقيه لشيخ متبوع مقدم يطيع فيما يامر به لا نقاش، انت كطاع فيما يامرونك بلا نقاش. كتب لي لا ونعطوك الدائره والسياسه ما دارك راه غادي والله لا والله لا وصلت الى راه غادي تخربق غادي تضحك عليك. السؤال الدائم لماذا يضطر الفقهاء الصادقون صحبة المشايخ؟ والجواب الدائم انها الولايه التي لا تكسب لا باتباع نور الدين ولا علل ولا بالدراسه والاطلال بنور يقذفه الله جل وعلا في قلوب اصفياء، يقذفه الله من يريده الله. ناس صادروا من توصل بقى يقول سيدنا طاروت هو ماله متبعوه، قال لي ما تشربش ما تشربش ما تشرب صافي انت ما تشربش. فياتي من شاء الله له خيرا يقتبس من ذلك النور. والنفوس الصغيرة مثلك ومثل غيرك لا تقبل ان تعترف بمزيه عليها لاحد، انما يعترف بفضلي اولي الفضل من كان اهلا لفضل الله، ماشي لفضل لا لك انت ولا لغيرك ولا لي انا ولا السي احمد ولا السي الملاخ ولا لفضل الله. من يريده الله ماشي من يريده السي عبد السلام، من يريده الله هو ما قالش. تقول انت انت وليتي استاذ قدام واحد التلمذ وطيح على الارض بعدا عاد، راه الشيء الشيء اللي ما يدخل من الوصيه راه ما يخرجش لعند الجهه الاخرى كاع، واخا تقلب في نفسك ما كنشوف فيك انا عن بعد والله العظيم كنشوف فيك. شكون انا؟ انا كنود كنغوط كنود بالسي عبد السلام كنود بالوصيه الشريط، اتعرف ذلك؟ ومن تكون انت؟ ومن يكون عمر الفاسق ولد سيدنا 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 سعد بن ابي وقاص؟ لا انت نقول لكم من يكون سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر واخطا صحابي محترم، ومن يكون معاويه صحابي محترم من حفظ السبت غير باغا وبعد ما باش ندخل في هذا الشيء هذا. انا كنقول لك باش نخلعكم باش باش لعلكم اصاحبي، حنا دابا كنهضروا على مواقف، حنا حتى واحد ما مات، حنا حنا دعوه الى الله ماشي دعوه الى الى الشيطان. راه باين علاش كنقول لعبد الواحد المتوكل ما بيناش لهذا الطريق اللي غادي فيها، ما بيناش لكم هاد 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 مؤامره الصمت اللي دايرينها صاحبي، ما بغيناهاش لكم اصاحبي، بيناكم تولوا سيدي عبد الواحد وسيدي فتح الله وسيدي منير وسيدي برشي هكا، ولكن سيدي وتقول سيدي الشريط، الا ما قلتي سيدي عبد السلام الشريط والله لا دخلت والله لا قلت لك سيدي، سيدي وسيدك هو هذا، سيدي وسيدك هو هو السي عبد السلام. من له الفضل كان من كان اهلا لفضل الله الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
ويمضي أبو حميد يطبق الإرشادات إلى أن فتح الله له كما يفتح الفتاح العالم لأحبابه، كي كتب رحمه الله في الملقد من الضلال. لا إله إلا الله، وارجعوا الناس يرجعوا للملقد من الضلال، كتاب كبير وعظيم. نعم لا إله إلا الله. حنا ما كندعوش للصوفية، كنقول لك ودي كيفاش نتعاملوا مع الشر. دابا واحد تضرب يقول لك قال لك ودي انت كنت كتعامل مع السيف زعما هذا، انت كنتوما هكا كدابه واحد تابع الاخر، وتقول فيكم ما كاين كداب على الاخر. كان عباد الله اتقاهم الشهاده القوي الصادر عن فحيم علماء الامه وائمتها، لا وزنها والعبره بالشهاده الفعليه اقوى وابلغ. والشهاده الفعليه هي هذه ديال المنعين الشريط، هذه الشهاده الفعليه ديال هذه القياده الصالينيه اللي قال السي حسام الصالين، هذه شهاده فعليه واضحه باش تفيق. لان علاش انا السي حسام دار الامتحان وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال خلافه 30 عام، بتقول لي انت لو تكون خلافه، ولا سيدنا الحسن بوحده اللي كان باش يعطيها. لان علاش؟ لانه هو جا لان جا هو بوحده قال لنا، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصك تعطيه بحال دابا. السي حسام قال سيدي ربي ما توريش شكون هو واحد، وقال لي قول يحرم، وقال لي قول القياده الستالينيه، قال لي قول، وقال لي راه عبد الواحد جمعوا خلاهم تجمعوا، وقال لي اش وراه، قال لي فين عبد الواحد وانت مشاهد، قال واحد الجريده، وقال لي يكون مشكل، وقال لك باش نكونوا في قرن الفضل. قال سي حسام عارفه بغا يديروا، والله تا عارفه وعارفه ابن الدين الملك عارفه غادي يخرج، انا مالو ما عارفوش غادي يخرج، تحب انت ما عارفوش انا عارفه. اسمعني، والعبره بالشهاده في الاقوى وابلغ، انقياد الفقهاء المشايخ المربين وانصياعهم لامرهم وتلقيهم بالتسليم والموافقه توجيهاتهم. ودابا كنت كدير هذه السي حسام، ما الا الراجل دابا يدير توجيهات ولا واحد لا، بيقول لنا ردينا انا كنت عند السي حسام وخصك تسيني ليا، وانا لا انا ديا، وهذا السي كامل، وهذا السي فتح الله، وهذا برشي، وهذا هنايا، وهذا ياسين الحلو، وهذا عبد الحميد قابوش، وهذا ما عرفت شكون هو، وهذا وخو عبد الحميد، سي عبد الحميد قابوش وخو فلان هنا، وهذا قال لي هنايا، وهذا قال لي هنا، وهذا قال لي السي العلا، وهذا قال لي السي عبد المنى، ولينا هنايا والله ما غادي يسالي السي بحال دابا اللي كيديروا الاحزاب، كيضرب هذا شويه وكيعاود ثاني يعاود يدير ثاني هذا شويه، وعاود الاشتراكي واليميني واليسار واليمين، اليمين واليسار والمتشدد، وكيجي يوم داك المتشدد اليمين المتطرف كيدي تا هو شويه ويدي هذا شويه، وكيبداو يلعبوا فيها حتى كيموت هذا، وكيعاود ثاني يديروا لنا بحال داك الشيء كنسحبوا دابا حنا. واش هذا السيستم هو راه الشيطان عدو الله تعالى كيدير النشوه بحال داك الشيء ديال التليفون. وهذا عالم اخر لا قبال لكم به يا صاحبي، هذا عالم اخر، كنت كمن اكتشف عالما فبدا يصعب بكل قوى ويجلب انتباه الناس، لا يبالي بمصدقه او كذابه. وحيدوا الغلاف ديالو السي نور الدين، وانت سد فمك كتضحك، قول لنا الغلاف ديال السي عبد السلام ديال الاحسان حيدوه بدلوه، وكيبدلوا كل شيء. بنو اميه دخلوا وعاتوا في الارض، دخلوا لا يزيد يعتوا في الارض وقطعوا وداروا هذاك نور، هذاك عبد الواحد المتوكل وسيادك، هذوك سيادك دابا اللي كيلعبوا ويضحكوا ويخلوا يخربقوا، اش عندك انت؟ اش بغيتي تقعد انت؟ تا هو راه غادي يخرج فيك داك الشيء، الحرمان والله تيخرج فيك. انقياد الفقهاء المشايخ وانصياعهم لامرهم وتلقيهم بالتسليم والموافقه توجيهاتهم، ثم تعظيمهم لهم ومحبتهم اياهم واعترافهم بفضلهم. اش من اعتراف دابا بفضل؟ كان اعترف انا كنت عنده، كنت عند السي حسام، وقال السي حسام، لان تريد ان اعترف بفضلك، لان تريد انت من الناس تقول انا لا انا لا. السي حسام العبادي كيقولها بقيتي غير انت عبد الواحد، وعاش لما معناها عبد الكريم كيقولها مستبد. علاش؟ لان قال السي حسام وصيه، وقال يا ودي دير قصروا ثلاث ايام ما يدار، وانت الله تعالى ما معنى الله تعالى؟ قل ان كنتم تحبون فاتبعوني، المحبه عندها شروط، اتباع والاتباع منين كدير انت؟ صافي ذلك، انت اش بين نتبعوك انت؟ نتبعوك انت فين هو انت متبوع بعدا؟ انت فين كنت؟ فين كاين انت بعدا؟ فين هو كنت؟ راه كتخوض كتخوض دابا، فين كتخوض انتم مبنجين؟ انقياد الفقر المشاكل وانصياع، راه انت خايفين من السياد، غير غاتصيفط الوصيه الشريط ويفصلوك، وتلقين بتسليم الموافقه توجيهاتهم، ثم تعظيمهم، ثم تعظيمهم لهم انصياعهم وتلقيهم بتسليم الموافقه توجيهاتهم، بتسليم الموافقه. شنو تسليم هذا؟ واش الموافقه؟ الموافقه قال لك هو السي حسام شاف يقول لك كلام كبير وكبير وعميق، وما هذا المشكل وبعنا، وقال عبد الواحد هذا بس الموافقه وموافقه توجيهاتهم، ثم تعظيمهم لهم ومحبتهم اياهم واعترافهم بفضلهم. فين هو كيعترف لك؟ عبد الله الشيباني كيقرا الفتوه، قال لك هو اللي جايبها، وانت فتوه ما عطاش غير تما، قال لك راه داير ديك لا ماخ، داير واحد لا ماخ كيتبورد بها، كاين حتى هو راه كيقلب على الفلوس. عبد الله الشيباني فين ما كاين الفلوس يجيك من الاخر، اس ام اس سيرو راه النيتورك راه يدخلوا ليها وتفرجوا. انا نقول لكم، وانا وصلني بانه استغفر الله، حتى الورد ديالو مع خواتاتو ما قسم، هادشي اللي وصل لي، هادشي اللي قيل لي كان واحد الى 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 الى, إلى داروا دابا الله يسر. خايب خايب، الله تعالى دار تقسيم الورد وما قسموش، قال لك انا في الصحراء ما كيقسموش الورد على الاخ على البنات،
لانه ما عرفت والله العظيم شي سمعت انا، والله العظيم هادشي سمعت وراه هو راه قلت شحال هذه زعموا زعموا والموافقة وجد طوال عظيمهم لهم ومحبتهم يوم اعترافهم نق تقرأ هذا في أتانا أتباتهم وفارسهم في كتب التاريخ والطبق فهل ظاهرة تدل على صبيانة رجال الإسلام أم هناك مادة نورانية لا تؤخذ من قلوب لا برشي ولا عبادي ولا ومن سي الإسلام ودابا من الراجل خطاه الواحد اخر في 2006 قيله والغيب دابا غادي يفضح هادشي والسي سموني دابا بدا كيشوف وكيفاش ولا اسد سبحان الله العظيم ما بقاوش دابا كيتخلعوا منه وكيخافوا منه ما دابا رانا قيمه اسره ما غاداش حيدوه ولا باقي هي ظاهره شكون اللي جاب لي الغيب جابوا لي الله ماشي جابوا لي نور الدين من الاخ لا اضطرار والله تمشي عند نور الدين انت وياه اللاويه ها يزيد كامارات على مارد يجيك من الاخر كتبناها فهل هي ظاهره تدل على سبب الرجال الاسلامي أم هناك مادة نورانية تؤخذ من الكتب بل من قلوب أهل الصفاء والوفاء 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 السلام سلام إن من لا حرقة في نفسه لا معرفة إلا لابحث وإن بحث فلمجرد الاطلاع وإرضاء الفضول باحث عن الحق صارم ترك لنا بمجموع تاريخي وطروة فكري والتميني مؤلفة شهادة بليغة كانت لأجل المسلمين منذ 9 قرون معينا لا ينضب من الفهم والاقتداء والانقياد والانتقاد والاخذ لا اله هو حجه الاسلام لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا سيدي عبد السلام مجدد الخلافه الثانيه قال لك سيدي عبد السلام ام هو وحي بعد الوحي ام ان الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحاجه الى من يكمله كثير ما قرانا عباره اخذنا عنه او تلقى عنه فيا عجب اي شيء يتلقى ائمه الدين حمد شلاتي من اساتذه من الصوفيه افي الامر اسرار كانوا تياب أم أن الأمة أجمعت على ضلالها حين اتبعت فقهاء في أغلبهم يتصوفون وأخذت بصوفية تتلقى عنه وتأخذ شيئا زائدا عن العلم والفتوى والإرشاد واش بيجي يعطيك نور الدين العلم ما أعطاك لا العلم ولا فتوى ولا إن في هذا ما يحير من كان خاليا الفؤاد من هم الآخرة وهم الله هذول ما عندهم لا من الآخرة ولا من الله وسين عندهم ويشل حركته ويرتد به الى السلبيه والعدميه والشك غادي يشككوك الا يكفي يا فقهاء ما جمعتم من علوم حتى تلتمسوا من قوم ليس لهم حاهيا سماع ولا روايه ولا اصول مضبوطه محفوظه ماذا تتلقون مما لا يجدونه مما لا تجدونه في كتاب الله وسنه رسوله راه مشينا لك سيدنا عبد الله بن عمر وطلعنا للسي عبد السلام وجينا لك حجه الاسلام وراه ما قبل ما تبقى تلوى وطلعنا عند ام المؤمنين وام عائشه مشينا عند سيدنا طلحه وسيدنا الزبير وقلنا لك ودي هادو راه تصيدوا الساده ولا انت وسيدنا سيدنا عثمان بن عفان وكيفاش منور كان هو الشيخ ديالو في اخره وجينا دابا وهذاك مسخوط وينعدو وقال لهم ولكم ولا انت بغيتي تسمع اش بتجيب لنا انت بتجيب لنا حاجه اخرى محفوظه ما تلقون مما لا تجدون في كتاب الله اتم شيء زاده الصوفيه في الدين ام هو وحي بعد الوحي ام ان الدين الذي انزل محمد صلى الله عليه وسلم بحاجه الى من يكمله من يكمله الوحي العلماء عنده السيف سم كان عنده من علم الوحي لان النبوه ما لا عنده ما يمكنش يكون عند اولياء الله ولا غيره هذا سيدنا سيدنا حذيفه كان عنده كعرف المنافق السيف سلام وجه الخلافه الثانيه وكفى قال لك ودي رجل رجل مات حي ماشي هادو ماشي هادو هادو حيرمان قال لك الصاليني راه ما واحد كيقتل في واحد وصافي دابا راه ساكتين بين هادو راه غادي يبين اصبر اسئله انكار وجدال تبقى صماءه لا تسيخ لجوابي في فمي الغاضب لنفسه الان في نفسهم غضب كيغضبوا نفسهم وقد يوهموا جهلوا انه يغضبوا لله بحال نور الدين كيسحب راسه بيغضب بيتكلم على نفسه وبيتكلم على نفسه انا لا بما فيه بحال ميتقابوش وكل شيء دابا وكل شيء كيقول لك انا لا كل شيء راجل الراجل وراجل واحد اللي ما كيقولش انا لا وليد الله تعالى انت وصل بقلبي اما من كان في قلبي حرقه وكان من ذوي الافق الواسع استكشف رحاب العلم وجوانب الاطلاع فانتهى مثل الغزال الى ان علمه المكتسب ما زاد الا تخبطا في الدنيا وهوسها بعيدا عن علم الاخره بعيدا عن معرفه ربه وسير تعرف دابا على نور الدين وتعرف لي على قابوش وتعرف لي على ياسين الحلو وعلى الشيباني وعلى قياس علاش كنقول قابوش حشومه قابوش عارف هادشي ومشكلته ساكت سد فمه يجيبها في راسه تو انا لا قدر الله سيدنا ولد سيدنا قدر الله انا غادي نمشي نقفو وهوسي بين العلم الاخر بعيدا عن معرفه ربي فذاك يطلب العلم لا يمل ويتعرض كما تعرض موسى عليه السلام لمن يعلمه علما يتبع على ذلك ويطيع ويصبر ما واش هادو صبروا هاي صبروا هادو كانوا كيتسناو متى يموت متو تفدي بكيت هزاتين ولكن انا ما والو لكن كيف سيف سلم يكون واضحا
وليكن واضحا، قال لك انا وان كنت في هذا الكتاب لست ادعو اجيال المقبل للتصوف، وان كان طلب الصوفيه لتحتفظ في جوهر امري كله، بل ادعو الى اقتحام العقبه الحضر من الصوفيه الكرام. ولكن اسمع، بذلك الافق الجهادي، لا ليكن هذا واضحا، وليكن واضحا ان الحديث عن تجاوز الصوفيه دون الاقتباس من نورهم والاسلاج من مشكات مطار انما هو ضرب من الخيال. ايوا سير عندك، كنقول لك حنا السير فنسير عند نور الدين من الاخر، غادي يضربك ولا شي، ماشي يضربك الله، تيقطع عليك داك الشيء اللي بقى. راه قلنا تاني قرينا ما عندهم، قال عندهم من علم الوحي، ديما كنعاود هذه، ابن تيميه كنجيب لك ابن تيميه يقول غزين الشيوخ الكامل نور من انوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجيب لي ديال ابن تيميه، ابن تيميه رحمه الله، لا علاك انتم كتسموها ابن تيميه، لا علاك في نص اخر سنه ابن تيميه بحقه لا تسوى ازمه المقيده، ولا علا منهم من يؤولها لنا تاويلا يؤول الى نرد الملك بحال كيؤول دابا الوصي الشريف. بعدا يتكلم ان استطاع، قال ان الانبياء والاولياء لهم من علم الوحي. عندك نور الدين تشي علم الوحي والالهام ما هو خارج عن قياسهم الذي ذكره، بل الفراسه ايضا وامتلوا. قارن ايضا الانبياء والاولياء في تلقي علوم الوحي والالهام، هل قال الغزالي وكم في غير ذلك والالهام الوحي. انت كان لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. واش غادي نديروا لك؟ اش غادي نديروا لك السي نور الدين؟ انت ما بديش تفهم، ما بديش تسمع. أخذ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. ورجع العلوم الصمت، لا تكتمونه، لا تكتمونه. وأنت كتكتم دابا، كتكتم الحق، وهضر بعدا هضر على هذا الحق ديال السي بسلام، تكلم عليه وقول عليه وديك السان. إيوا نختموا بهذا في قول الله عز وجل وعلمناه من لدنا علما. المسيح مستمسك القائل بالعلم اللدني مستمسك ومرجعه للمصطلح، اما المصطلح فعليف عطاه من الله عز وجل، لا يد لاحد فيه، ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له. وفتح الله لاوليائه خبر متواتر على مر الاجيال، ينكر من جهل ويجحد من حرم، وما عين الا نسمع شهادة الحق لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. بقية القصة حق تدل على أن من عباد الله من يعلمهم الله من عنده، ومن يأمرهم بأمره، ومن ينصبهم معلمين لعباده. واش انت نصبك الله السيخ نور الدين معلم لعباده، وانزل بعد الشريط الوصي الشريط ونسموك ديك الساعة انت، فهمتي؟ اللوح المحفوظ هذاك كيفرح، قال لك شاف رؤيا نقص ليه 1000 درهم. وشوف هنا يفرح بما يقرأ أو ابن تيمية في اللوح المحفوظ، تلك القراءة التي كان ينفيها وينسب الخير بين الزندقة من خارج منه. وأنت المقلد للشعر بعقل مرموس وقلب مطموس، ما حظك من قل لي أنت ما عادل. هذا ابن تيمية رحمة الله عليه، قال الله هذاك عبد واحد المتوكل فرح 800 ريال ولا ما شحال، قال لك 300 ريال فرح بها. هذا النظر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، ليست الشورى جهازا نركبه جاهزا ان لم يسبقه العالم، يسبق العمليه ويصحبها ويتبعها تطهير القلوب وتنوير العقول وتقويم الذهنيات وكسر البدع والعادات. تقويم الذهنيات من هذا الدين ديالك انت نور الدين، لانك ما بديش تنزل الوصل الشاذلي، وكسر البدع والعادات وتذويب الانانيات. والانانيه خلوا لنا دي، وانت كتعرفها خلوها برا، انانيه عند عند برشي اللي قال لي كون عينيه كله. وكل ذلك لا يتم الا في سياق قومه مستمر، لا استعمل كلمه طورا لان مؤدام في السياق قومه. اسمع، ليست الشورى، ها الشورى في خيط الايمان، الى سلك الشورى في خيط الايمان والاحسان تكون واسع عقد الدوله كما هي الصحبه في الله واسطه عقد السلوك في الله. الشورى اجماع ومقاربه للاجماع ومحاوله للاجماع، لا اله الا الله. فرض الله عز وجل الشورى كما فرض الصلاه وسائر التكاليف، وقال جاء هذه الصورة في المرتبة السابعة من عمل المؤمن القلبية الخلقية العقلية العملية. فإن ردنا الشورى وحاولنا أن نحقق إجماعا بين قوم إيمانهم ليس موضوع نقاش ولا توكل على ربهم ولا يستنيبون كبيرة ولا صغيرة من إثم ولا صبر لهم على الشدائد يغضبون ويعنفون ولم يستجيبوا لربهم ولا أقاموا الصلاة، فإنما نعبث بماذا؟ نعبات بالدين. وانزل الشورى صحابي تستيف الإحسان جوج،
هل نشط الأشياء نعبات بالدين، نعبات بالدين لم يكن البرنامج التربوي الدعوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي المقترح هذه فيسلك الشورى في خيط الإيمان والإحسان لتكون واسع عقد الدولة كما هي الصحبة في الله واسع عقد السلوك الإحسان. فين تفهم هادشي؟ شكون اللي بيتفهم ويتفهموا أنت؟ اسمع هذا الكلام هذا، اسمع. كما يتيح تعدد الجماعات دعوة يركضوا في تناقضاته امام الامه، تناقض دابا اللي يجيب لكم السي الاسلام. كما يتيح تعدد الجماعات الاسلاميه دابا تعدد الجمعيات داخل الجماعه في اطار الولايات بين المؤمنين لا خرق لها، ان تتنوع الاراء والجهل وان ينقح بعضها بعضا وان تخرج كل جماعه ما عندها تحت ضوء الشمس، فان كثيرا من الانحرافات والتفاهات ما له سند ولا رصيد الا غموضه وسريته، غموضه وسريته. تزعم انها كنزا لا تدرك الابصار، ما خرجش عندك من كنز نردي، راه ما عندهم والو دابا. راه ما عندهم والو، وما عندهم والو دابا. شتي قصنا لكم السي بسلام، مذاهبهم العقلانية المطبقة في السياسة، مذاهبنا تحقيق مقاصد الشريعة وقد جعلناها مطلبا واتخذناها هدفا وننفذها قربة الله عز وجل. تضاريس الواقع والتوتر ما بين المطلوب والممكن وتخلف الأمة في كل مضمار عملي يجعل التحويل الإسلامي عملي لولا توكل على الله عز وجل القادر النصر لا قلنا إنها بعيدة. بالتوكل على القادر المقدر المقتدر نباشر بنا الدولة القرآنية دولة الشورى لنحرر أمة من النيل الخنوع ودهنية الرعوة السلبية ورقة التبع الأقوياء في العالم والجبار. بالتوكل عليه عز وجل، مش التوكل عليك نور الدين ولا غير، ننتقل بالصراع السياسي المولود عن فتنة نظام لا تنفخ فيه العصبية الجاهلية لكن يحدوه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي كل في مكانه ومكانته في شورى عامة شاملة. فين هو يقتلوا هذا الشيء دابا؟ فين هو انت تقد عليه انت تاجاج؟ هناك وهناك مسألة في غاية الدقة والأهمية، وين الدعوة سواء استقرت على واحدة أو جهة أشبع أو تعددية متعاونة متعاقبة في الحكم، يجب أن لا تكون موضع رفع وخفض على إيقاع نجاحات الدولة وفشلاتها. يجب أن لا نربط مصير الدعوة بوعود تسقط الدعوة إن لم تتحقق تحقق المطالب والوعود كما تسقط الحزب في الانتخابات الديمقراطية. هنا دابا مشينا للنور، هنا مشينا للسي عبد العالي مجدوبه. من بعد ان شاء الله تعالى سنتكلم على السياسه في السي بسلام. داك الشيء واعر واعر باش مره كنقول لك اودي السي بسلام، شكون اللي بيفهم السي بسلام؟ الشورى تهدف الى اجماع الراي كما تهدف المحبه والاخوه لجميع القلوب، لتاتي طاعه من اجمعت عليه الاراء واجمعوا عليه القلوب. تجمع الشمل تجمع الشمل كله حول القلوب، تجمع الشمل كله. هذا فين بيتفهم هادشي نور الدين؟ انت فين؟ راه كاين دابا خصاصون واحد، هادو راه الشتيت، هادو الشيع بواسطه يخدموا بهذا القول هذا ديال جابوا الله في هذا الخير. وكلام السي بسام رجعوا الناس السراج، دير سراج دوت سراج بوان سراج نقطه نت سراج بوان نت ياك سراج دوت نت سراج بوان نت ولا سراج بوان كوم وقيلا سراج بوان نت بعدا، ودخل قرا لي الاحسان واحد وجوج بمعزل عن هؤلاء دابا في هذه اللحظه. وانتم السلام يا ربي نتوسلكم بقلب هذا الرجل يا ربي، دلنا عليه يا ربي هذا الرجل اللي قال السي في الوصيه المعاهده سنه 2005 حتى نستظل بظله ونتوسل الله بقلبه. يا ربي قربنا منك بلا بلاء، يا ربي نتوسلك بقلبي، يا ربي نتوسلك بقلبي ان تجمع شمل الصحبه والجماعه، تجمع الجماعه والصحبه يا اكرم الاكرمين، وترحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وترفع البلاء عن البشريه يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم ربي صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيتك وصلى على سيدنا محمد المجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.